برنامج طبعا ردا زي فرنسا باريس ابو الغازي محمد زي بلجيكا وتمثل غا حجاج بشرى زي المنطقه ناكنول ومثلنا بوغنوش اسماعيل ذو تمثلنا الدريسيه تغزرين ولكن غنغج المداخلات الحاره نمثلنا سي شعبيط رشيد جان رئيس لجنه الاعلام والتواصل زي قدي فاس مرحبا تقنا بريد غفاس مرحبا بك تمثلنا سي شعبيط رشيد اهلا مرحبا تمثلنا الفاضه كي نغ البرنامج ذوك مزوار لا قاعد تصدر البرنامج يلا تصدر البرنامج مرحبا بك تومتنا سي رشيد شعبيت شكدي لجنة الإعلام والتواصل الإخوان ناقشين أنا نظرة عامة في المنطقة السورة نخلوهم رقية الأسباب زيد يسرى مرقية بالنسبة للتواصل من بالنسبة للاستعدادات بالنسبة للإكراهات يغاوم باش تسوج ذمة مرقية يغيرين إن شاء الله ملتقى الأول ذي النسخة نسن زواروت إلى حد الآن وغنحصل إكراهات تسمى إكراهات حقيقية كان خدام مرهنا التواصل جارنا غير فكرة الملتقى يقدم لي فكرة في مغار يعني الإكراه أول مرة دورت شي حاجة بالمستوى القبيلة هو الإكراه غير مغار غير تحت إمرأة من غادي للساكنه القبيله نكزنايا يجانا جماضي ومان وتحسن وتبعن وديري البرنامج قد تسجل باش تديري من كل عن طريق مواقع الكترونيه الناظور وبالخصوص الموقع كاب اوريونتال. كرفني دار وانت قبيت مره يسن بان الملتقى قديمي في البديره يمكن وزمان تعاود الدور النظري في البديره قبلت الى تمون صار وانت قبيت مره حمال في المنطقه يا قديمي شي تشميش كيتعيش حما ديري الملتقى ديري الالتقاء والارتقاء في الفكر دول الوعي التفاعل جرى ثروه لتقبيج لمختلف الليالي ان شاء الله توما تنغ نتقاد الشك ويجمع واردا نكار خساتيني ديال الاخوان اذا شي تسران غير الاذاعه سي شعبيط رشيد غادي نغي ثروه تقبيج مره بان المسؤول ديالنا كنكمل حما نجح المحطه يا قديم المحطه وجيني جن ولكن المحطه ثروه تقبيج مره ان شاء الله توما تنغ تمني غاومي صوره في غزات نجاح بفوق ان شاء الله مرقيه يغيرين يجوا مرقي غاسر همه الناس وربدا هذه تماخي تماخي ولا المغاربه ولا يعرف النغو المنطقه ناكلوا اللي تحتاجها وتستهج الطاس الطاس تقاضي اختي شك وتودع شك الاخ النغ نطرسف هذا كيش سعيد سي شعبيط رشيد وانت الرايا والي ابو الغازي محمد زيباريز يتجال مشنيغ رجل اعمال ومنسق مجموعه ملتقى كزنايا سي ابو الغازي مرحبا بك توارى النغني استاذ زيار رباط نيشان غباريز مرحبا بكم مرة أخرى من غينير رغم من دي تعيش القبيلة يعني من واقع مزري إلا أن الحمد لله الأمل ما زال قائم الأمل يبجع لأن القبيلة تتوفى القبيلة راس شت مصريين بغي شنا تعيش ذي الأمل تعيش بأنه بشت غافير الأمل بأن غدوها سيكون مشرقا إن شاء الله إن شاء الله أول حاجة غافير شو رسمر ذا مقران وهو رسمر انتا وينس موالد البشرية غاف الجندي بارا وينس قين دي المغرب وخارج المغرب نعم وخارج المغرب الحمد لله العزيمة غافني يتشان لا داخل المغرب ولا خارج المغرب قواني تظهر راس المال الحقيقي دوني وذ راس المال مسوارو يعني ولنا اليقين بأن غير راس المال الوالدين أزيد نقضى الغارب ولكن هناك راس مال آخر حباه الله لهذه القبيلة وهو الطبيعة يعني راس الطبيعة طبيعة جميلة سيشتمل رغم التضاريس التي يشكو منها الكثير كان في التضاريس وعرا ولكن التضاريس اللي ما نقدرش تشتغل اتنك السياحه الجبليه السياحه هذا اتلاغ المميزات ان تتوفر على جبل اسمه اثر اقشار واللي قد ولي الافلام نتقبيت لنا كان عين حمراء امنين عين حمراء وجه ديال العالم وشعلاء على العلاج والشفاء نعم امين سرد اسكوا نعم امين سرد اسكوا يعني يمكن ان نصنع هذه عين حمراء يجي الصرح وجه غير المعلمه وها سياحي
وغامر شن الغابات اللي يقوليك يعني 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 يخسر غير الاعتناء الزايد يعني يعني حتى ولي دي الغاية وظلي تغيري خميلس وتجيبو دي القبيلة ديك سنايا ولا دي عارف يتبان الزب شمي أقد ديشان جذور نغنيت خارج يعني خارج الوطن. أما غامر شن الغابات عود عينا وكا يعني غامر معطيات معطيات طبيعية يمكن أن نستغلها لصالح هذه التنمية وهذا رأس مال رأس مال ثاني ورأس مال وسنايا نعم. ويبغي مجرى رأس مال وسنايا وهو أن تقبيتش سنايا تقبيتش سنايا رأس الرأس رأس مال بالإضافة إلى رأس مال التاريخي رأس مال الموقع الاستراتيجي لأن نمتد الظهر الحامي للريف نمتد يسين دعوة على الريف انت تقويش انك سنية الناس متكبر لعريف مروجين وش ما تسنطها مكرات يعني يعني الموقع الاستراتيجي المنطقة لان نعارة وليتين زينا بريد زي زازة غال حسيمة زازة الحسيمة طريق سريع طريق يخدمه الشريط الساحلي ولكن من يبغي كذي تقويش انك سنية يقطعها في في تقريبا 90 كيلومتر غير فيها الطريق يعني أجل وافدين غير إن شاء الله ذي المستقبل تتمنى تحسن الطرق إن شاء الله الطريق الساحلي سكوتشي يعني على المستوى السياحي باش ديري باش ديري ديش المعبر باش تخرج فخاص كل العزايا يجي تجا راس العبور لجميع الوافدين السياح من الشرق والغرب ومن مختلف اقاليم المملكه دغيه جماوري المستثمرين سي ابو الغازي ونشتي نقدم المنطقه الجماليه الناس المميزات غاصغه المنطقه لا من الموارد البشريه ولا الناس داخل الوطن وخارج الوطن لا المنطقه التاريخيه الناس لا المنطقه استراتيجيه ولا راس المال غاصغ الغوابي ولا الجيزوران ولا من داس الغاسينيد يوداني سن أذكينا ضرب السن نختار زيد ذات مميزات خاصة للمستثمر بالنسبة للمناء لا بالنسبة للخلاص بالنسبة للضرائب بالنسبة يعني أسهل باش يولا المستثمرين من داس الغاتيني شك فعلا لأن العشرة حين أتت لم تأتي على الناس فقط وإنما أتت على رساميلهم أيضا يعني من يغفغن فغن سليغني سرسامي لنسن يعني إلى حدود أنه قيم ديني ذنو غادي تقبيش غير إني ويس ما نفغن غير وغاي تجيبه رسمه غير إني كنتي ذنو زمان أتحرك ولو يعني تبقى لديهم اليد قصيرة والعين بصيرة ولذلك نقول في جميع أبناء قبيلة كثنايا في الشرق والغرب وفي كل العالم وإني زمانة يبقى مواطن سديس ما فمرحبا به يعني وأشرفه على الله ونقعوا ذي الإخوان الموقيمين ذي القبيج ينيز الدخن ينساكين ينيجن ذي أسنسمى المجاهدين أسنسمى المرابطين والمرابطين الصامدين يلي ذي القيمة أسنيني يخسر شميغة ولا ميشن يوزف صورة سمالي ينس باش ندي أذيي يخسر تعاون ما كيف بالدم أكيف بالدم باش ندي فرص الشغل والعمل غادي نخدع بانه جاء لينقذ وانت غادي نخدع كيوزداد يستحويل غير يوزداد الكوميرس قبل ما يخسر الكوميرس هاي القمه هذا راه غاش المدن كنت قراني الدنيا اللي راه غايدور راه غاوينا نعم لان هناك من اخواننا من ابناء يعني المنطقه يتغاب على غاسول ولكن قال شي خصها شوي تدير الترحيب من قبل المواطنين الوليتا دي جوراغ ينزاغ لكدنايا الوليتا دي جوراغ قمشا النس الإخوان الساكنة طبعا دعونا تشجعنا بالدن أكل الإخوان النساني دي التاسم زي بارا وغاسن يجن الغيرة يخصوها نتنطاز زيشا وإنما هم تنعاون لا على المستوى الدولة النغوة ولا على المستوى الساكنة طاون منطقة أن أكلوا لكدنايا الأخ النغ باشا كيش المسافة دي جموار ذنقار وإن شاء الله ذيني مرقيس أن النغني نشينا قنغره الإشارة وربدا التليفوني نتعوض خاتي الإخوان 06-67-9-7-2-1 نطحب الزيوم وصلق طرحات الوم كيش موارد القاسي أبو الغازي محمد يعني ذي الحقيقة من خسنيني وانا اللي نقوله بارحم يعني
يعني ما في صدورنا، ولكن ما غاتنا عقبات فارغ الصوره من غاش تقول لنا سي ابو الغازي ان شاء الله. ان شاء الله بالناس الاخوان من يعني تقاوم تقبيش بدل ديال الشطان ديال الملتقى نكزنايا نعانا وسنشحن سنشحن الملتقى يا وانا اسنشحن اسنشحن الملتقى وحضن في ابني لوني كيف وكيف وصل المقترحات نسلسل الافكار نسلسل شجيعات وبما يستطيع ان شاء الله. تومة النغر سي ابو الغازي محمد يجان المنسق مجموعه ملتقى كزنايا للتنميه ورجل الاعمال دي باريس تمصف ضغكيش وتقادر شك وذا رغواري الاخت النغر حجاج بشرى كيش نوار فانكار. لالا بشرى مرحبا بك زي بلجيكا. مرحبا وتشمينو مرحبا بك. ووار فانكار كلمه اخيره تختيني للمستمعين الملتقى الاذاعه مرحبا ازاي موتشما. واو تشمينو ايوا ما مشينا الاخ ابو الغازي ورعاد والنشا وروي قطيشاخ الملتقيات وري عمار وري عمار وري عمار وري عمار الحمد لله فاجية جتاجي خد سنين جتاجي والله سبحانه وتعالى يتعاون انا غداش نحقق يعني خصني من زعما غادي نغفا ونزلنا يا سكورش اني فوس بفوس انا معاون فكريا ماديا سكور من غانغ اسنو شي طموات النفط عافاك اديري مصلحه لا تكون شخصيه اديري مصلحه طموات النفط يطاون طموات النفط باش نما طموات النفط ان شاء الله 4 5 6 وهذه تيري جن تواصل يودا نوات نشتين قاع نشتين وان مرقس جن تجمور يسقى انا حب ويا ويا اني فوز بفوز باش انويا الى الامام ان شاء الله. ومن قا هو جيتو الاخ الاخ ابو الغازي تاريخيا كذلك غانغديني مقبره الشهداء اتجار المغربي كمر باش في زياره مقبره الشهداء فني زعما شي حاجه تاريخيه الطاهر قرانت اختي شي مقصوده انا هي تغدى تم الكره شويه لا بد خصها سيري الكره نسمو شويه القيمه اللي نيوداني ماشي نضري نسودي وشار صافي نبقى ديني اذا غي حرران ديني بالمجاهدين ديني تقاسمي جن جن مطمغه ان شاء الله. وعاوتاني طماطنا طماطنا الجوز دي شوي جيغران دي العالم رخا ان شاء الله اديري غانغ ان شاء الله اجن التنميه فلاحيه سياحيه اقتصاديه من كل الجهات باذن الله. اذا يخت غادي وخت غادي يوذن الى بس خاص يزدغن بيزنايا ادعونا رانيتني شويه ماديا باش انتمار الملتقيات اثناوي غابات تنجح تنطيوط وتشتغل قائمين في المبادره يا مديرين وكل شيء تشكاكم راكني الاخت امينه شكر جزيل انك تريد انا غي ووالدنا الصوره. مرحبا وسمتنا حجاج بشرى زي بلجيكا رئيسه جمعيه اخوات الكرم وتقاديق تسوطات ودار غوار الاخت النغد الدريسيه تغزرين جمعه واردان كار الدريسيه. سوركم شان اخت دريسيه مرحبا سي بوغنوش اسماعيل ربما دريسيه غاتشنشغل غاتنحرر انا الرواري سي بوغنوش كيجمو وردان كار الاذاعه الملتقى يبداني اذا غاتحس ندير العالم ماني ما جان داخل الوطن وخارج الوطن. تشكرش مره اخرى بنتنا الى الاستضافه صراحه شي انا غير الفرصه ملي غنصيوب إبرات قاعية شمتنا عبر العالم في داخل الوطن فكرة أنه سموني تعاون في النهاية دون أخوة أنني يفوز أحمد ويا غزة إن شاء الله نغف الشهود مع سوائيني كانت داخل الوطن خارج الوطن هذا غزة وفرصة في الحالية اللي جاي يعني في الأيام 56 وشين دوار غزة رغم أن تاريخيا غاتيش القيمة المنطقة وكما كما يعلم الجميع ان اكنون قد تعتبر ثاني بشوية يعني تأسس الصعيد الوطني من بعد سطات ورغم ذلك يعني لحدود الساعة ولا تعتبر مدينة وشي ان شاء الله المبادرة يعني تنخيفة نسويها غزات
يسيري الانطلاقة الحقيقية. إذا الانطلاقة هذا يسيري الملتقى، هذا يسيري عروض ثقافية، هذا يسيري التمثيلية للجانب السياحي للمنطقة، كل ما يمس مجموعة الميادين إن شاء الله تيري دي الملتقى يانيتين يخصغي كل شيء ذي مونة ذي فوس من سنجحين في الملتقى. وتشكر إذا على مزيغي خطي بصينس، وتشكر كذلك تيم زريني حسين مدير موقع كابو يونطا اللي نقر تسجيل اللقاء يانيتين في الموقع قيد سرى يوم ويتلقى لهم قاذا خطاس ونتقاذا قاع القائم من البرنامج ونتقاذا واش مثلا كيف نغي عفاك صحيت هذوك شغواري كابو يونطا المرقسة كي نغي تسريا نغ سي انت يذيك اذي اختمي جن الكلمة سيام زريني الحسين سيام زريني الحسين مرت سريد قي جن غواردان القار تغش بذل غامينا يجو قاذي ذا مقرام يجن حس فراح يثبتنا خيرك الملتقى يعني نفحص الطش باش ندوس التكيرة غتفا وباش مشينا الأخت عزيز بن شيكا يخص أدير إجنة الذكرى ونتمنى إن شاء الله أن كمارة في الصفوس ولمالا في المنطقة أزيز نويا غزة إن شاء الله إن شاء الله تومة النغوت قدر شكس والطاسي عشار نغنارو ديون تمزيخت وتمثو من شعاع دي قورقية يتوخص طبعا الملتقى غيرين دي 4-5-6 عراضي كنيو ملتقى جمعية قزنايا للتنمية وديري دي المنطقة الأكنول يمكن أضحضان الساكنة طبعا أضحضان مغاربة العالم وخوات جنطا والمنطقة الأكنول ولكن ديري في يندي مزيغن أضحضان الشجعنا ويويا طبعا السجم خل المنطقة تاريخ الناس غني عن التعريف مش نقا اذا الاخوان نغتقل يخسوا التاسين وجيوني عزني كذا نغسوا الزان قمرقية ونسيت انتو غانا نفسو خمارة وراون يجو قدي مغار الاخ نغ حسين امزريني جان مدير موقع كابوغيون طال طبعا البرنامج ديني منقول عن طريق الموقع طبعا الحاج عبد المنعم شوقي اخبار نادور عن طريق مزوجة سيتي تقدي غن وجيوني عزني تغا كذي ومعوانا كينا غسوا التاسي ستاتي عبد الحكيم الاخ النغسي شعبيط رشيد زفاس وتقديغ الاحجاج بشرى جمعيه اخوات الكرم زي بلجيكا تقديغ ابو الغازي محمد رجل الاعمال منسق مجموعه ملتقى قزنايا دي باريس تقديغ سوطا زي المنطقه الاكنول بوكنوش اسماعيلي جن تفاعل الجمعوي وتقديغ دريسيا تغزرين عضوه اللجنه التحضيريه للملتقى الملتقى قسايا وتشمتنا ومينا شعب قدس وطاس جنود الخفاء وتشمتنا غبادي عاد ومتنا غدانيال وتشمتنا ومينا شعب قرى ومن الله يهنيكم عافاكم صحيت ارسي من الديوسين مرهن داري ان شاء الله.